مشاهدينا أهلا بيكم في ساعة بساعة ومتابعة الأحداث الأسبوع الأخير من رحلة الخلاص حسب ما جاء في البشائر الأربعة والترتيب اللي وضعته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. بدأ اليوم بمشهد سبقته أحداث مؤلمة في قرية بيت عنيا على بعد 3 كيلومتر من أورشليم، لأن العازر اللي كان أحد أصدقاء ربنا يسوع المسيح مات من 4 أيام. وردت التفاصيل الحدث في بشارة معلمنا يوحنا الإصحاح 11. العازر كان ليه أختين، مرسى المشغولة بالخدمة ومريم اللي دهنت يسوع بالطيب ومسحت رجله بشعرها، وكانوا بيستقبلوا يسوع في بيتهم زي ما وضح لينا معلمنا لوقا في الإصحاح 10 من بشارته. ولما مرض العازر الأختين بعتوا ليسوع عشان يجي ويشفيه، لكن يسوع اللي كان معروف بسرعة استجابته لأي حد يطلبه اتأخر. مش بس لحد ما اشتد مرض العازر، لكن استنى لما عدى 4 أيام على موته. وكان لتأخير يسوع أكتر من هدف، منها للتأكيد على أن العلاقة القوية اللي بتربط أي شخص بيه ما تمنعش الشخص ده من الألم. وفي أجواء من الحزن والألم ظهر يسوع وتقابل في البداية مع مرسى اللي عبرت له عن أسفها لتأخره ويقنها أنه يقدر يعمل أي شيء. يسوع راح مع مريم ومرسى لقبر العازر، ولما شاف الأختين والناس اللي راحوا معاهم كلهم بيبكوا اتأثر جدا، وحسب ما جاء في بشارة معلمنا يوحنا بكى يسوع. يسوع بكى لأنه كان بيحب العازر جدا، وبكى على حال البشرية اللي كان يشبه بالظبط حال العازر. كمان يسوع بكى لأنه إنسان كامل عنده مشاعر زي كل البشر. بعد وقت قصير انتشرت أنباء أثارت دهشة اليهود، لأن يسوع أقام لعازر بعد مرور 4 أيام على موته، وكان حدث مثير جدا وغير مسبوق في تاريخ البشرية، لأن كل الأموات اللي قاموا من الموت قبل كده كانوا بيقوموا بعد موتهم مباشرة، أما العازر فقام بعد 4 أيام، وده معناه أن جسده كان ابتدى يتحلل. هدف تاني اتأخر بسبب يسوع هو إظهار طبيعته كإله وخالق، لأن بعد 4 أيام العازر كان جسده أنتن وبدأ يتحلل. واللي عمله يسوع مش مجرد إقامة ميت، لكن معجزة خلق حولت الجسد اللي أنتن لجسد حي. وكان ضروري أن المعجزة دي تسبق ألام المسيح وموته علشان تكون تأكيد أنه ليه سلطان على الموت، وأن لأقام ميت بعد ما أنتن مستحيل يكون للموت سلطان عليه. إقامة العازر أثارت غضب اليهود وكهنتهم، لأن المعجزة دي كانت سبب في التفاف جموع أكبر من الشعب حول يسوع، وده يضعف منصبهم وقوتهم قدام الشعب. واجتمع الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة اللي أعلن أنه من الأفضل أنه يموت شخص واحد عشان ما تهلكش الأمة كلها. قال كده وهو مش مدرك أن يسوع فعلاً هيموت مش بس عشان الأمة اليهودية، لكن عشان العالم كله. في قداس سبت العازر بتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كل سنة بتذكار إقامة العازر، الحدث اللي بيدي رجاء لأي إنسان مهما كان ضعفه أو خطيته. في تسبيحة نص الليل بيتقال الزكسولوجية والإبصالية الخاصة بسبت العازر، وفي باكر بيترفع بخور وتتقال إرباع الناقوس الخاصة بسبت العازر بعد الربع الخاص بالقديسة العذراء مريم. بعدها بتتقال النبوات في اليوم ده، ومش بتتقال طلبة ولا بنعمل مطانيات. بعد إنجيل باكر يتقال مرد الإنجيل الخاص بالعازر. بعد مزامير التالتة والستة يتقدم الحمل، ونكمل قداس سنوي يتقال مرد الإبراكسيس ومرد الإنجيل الخاص بالعازر، ويتصلى القداس عادي ويتقال الإسمة السنوية. وفي التوزيع بعد المزمور 150 لحن لازاروس الخاص بالعازر. ودي كانت أهم الأحداث اللي تمت يوم سبت العازر. تابعنا معاكم أهم أحداث اليوم وترتيب الطقس الخاص بي. نتقابل في حلقة جديدة لمتابعة أحداث أسبوع الخلاص في ساعة بساعة. انتظرونا.